السلام عليكم متابعي قناة أخبار تي في، مرحبا بكم. اليوم حنا كنتواجدو في كومبلكس ديال بلاص ديال لي جاردان موريا. هنا كنشوفو جميع المطاعم في جميع الدول العربية و أمريكا اللاتينية، آسيا، يعني جميع المطاعم وجميع الأكلات المتعددة. كاين واحد الخليط ديال جميع الثقافات العالمية، بقى هنا هنود، عرب، أفارقة، جميع إضافة الأكلات. هاد بولونجوري الأكلات الشهية هاد الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. شوفوا الجمالية ديال هاد الفضاء الراقي والأنيق، داكشي عجيب جدا جدا جدا. يسر الناظرين من التحتية باش بنادم اللي بغا يشوف واللي بغا يجي يتسارى مع راسو يشوف إضافة. كاينة لي سوبر مارشي هنا اللي بغا أماكن ديال التسوق. عجيب 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 هذا المكان، عجيب جدا. نتمنوا على أساس اللي يجي لموريال يجي يدخل يشوف الرونق ديال هذا المكان الذي يعتبر رونقا بجمالية عالية وموقع لتلاقح الثقافات، حيث نجد جنسيات مختلفة من جميع دول العالم يزورون هذا الموقع البهي والرائع. تحياتي إليكم.